عشاق الطبخ بلمسة ماستر شيف، مرحبا بكم في عوالم المطبخ بنكهة المشاهير. كيتجدد بكم اللقاء في موسم رابع من بعد موسم ثالث، تمتعنا فيه بحضور نجوم من شتى الميادين وتقاسمنا فيه لحظات من المتعة والإنسانية. كل عبوزة تكون مضحية في من بعد غاني دوزي مشعل موسم الفائت رسا عند مريم الزعيمي اللي قدمت مستوى ذوقي عالي وربحت الجمعية اللي تنافست لصالحة وفرحت قلوب كثيرة. أما في هذا الموسم اختارينا لكم باقة استثنائية من المشاهير اللي كتحبوهم: نورة السقلي، عثمان بن حمي، قمر سعداوي، حمقة، أنس الباز، كليلة بونعيلات، أمينوكس، دون بيك، فاتي جمالي، نجاة الرجوي، إيهاب أمير، عبلة صوفي ورشيد رفيق. هادو هما النجوم 12 اللي غيضمنوا لكم الفرجة على مدى 4 برايمات طيلة رمضان. المشاهير ديالنا غيفتتحوا أولى اختباراتهم داخل ورشة من خلال تحدي غيكون هدف اللجنة فيه التعرف على إمكانياتهم المطبخية. أما في الاختبار الثاني وبعيدا من أضواء الورشة، نجومنا غينقسموا على شكل فرق وغيشتغلوا على موضوع مائدة الإفطار. كيفاش غيكون المستوى المطبخي ديال مشاركي هذا الموسم؟ كيفاش غيتفاعلوا مع ظرفيات ومتطلبات كل الاختبارات؟ أحداث مثيرة ومشوقة كتنتظركم طيلة هذا الشهر الفضيل من برنامج ماستر شيف سيليبريتي الموسم الرابع. رمضان كريم. على بركة الله غتنطلق منافسات الموسم الرابع، وكيف العادة الخطوات الأولى ديال نجومنا لازم ما تبصم الورشة. أول مرة فاش كتدخل الورشة بعدا كت ديكور
تبارك الله غزال، عينيك تتحير، برافو، ورشة متكاملة. دخلت وشفت هادوك لي لوميير، شفت لو ديكور كيفاش مصايب، شفت لا ديسبوزيسيون دي طابل، هاد لي ديتاي كلهم عطاوني واحد الإحساس بالدفء. ما كنتش كنتصور يكون هاد النيفو ديال ديكور بروفيسيوناليزم ولا لوميير داكشي بحال الا حنا شي بلاصه في امريكان شي بلاطو في هوليوود كنشوفها في التلفازه ولكن زوينه بزاف في الحقيقه. باقة من احلى المشاهير على اتم الاستعداد باش يبداو المغامره الذوقيه. السلام عليكم ومرحبا بكم في الدوره الرابعه ديال ماستر شيف سيليبريتي. انتم تنش بكم، اول حاجه اللي بغيت نقول وهو مبارك عليكم رمضان بالخير والصحه والسلامه ولهنا. احنا فخورين وفرحانين استقبلكم في الورشه بطبيعه الحال. انتم مشاهير بارك الله عليكم، تنش بكم مغنيين ممثلين فكاهيين مانكا ملكه جمال. انت جمال خو ملكه. جو زوين عائلي الضحك والنشاط اجواء زوينه اي بي فوالا. وكنتمنى نكونوا خفاف على المشاهدين هذا العام. الدور ديالي بغيت نرحب بكم في الورشه ديال ماستر شيف سيليبريتي. دابا شويه غنداو الاختبار الاول ديال هذه الامسيه، تنتمنى انكم مستعدين. اذا كيف كتعرفوا المشاهدين كلهم تنتظروا في هذا الشهر هذا ماستر شيف سيليبريتي. اذا اللي كنتظروا منكم حنا وهو دوزوا معنا وقيت زوين، تكونوا ناشطين فرحانين، ولكن الحاجه اللي مهمه وهو جيتوا باش تعاونوا مع الجمعيات ديالكم. فكروني في الجمعيه، جمعيه صغيره باغيه تربح، باغي نوقف معاها، كيوقفوا مع اليتامى اللي ما عندهمش. الجمعيات ديالكم غيكونوا مورا الشاشات ديالهم وغيدعيو معكم في هذا شهر رمضان، وبطبيعه الحال غيتمناو ديو ليهم اكبر مبلغ مالي لاسوسياسيون ديالهم. فاهمين؟ حد سعيد لكم كاملين. تكون تعرفوا انتم تنش بكم غتبقوا معنا طيلة شهر رمضان. واحد فيكم غادي يربح او اللي غادي يكون ماستر شيف سيليبريتي غادي ياخذ 100,000 درهم، 10 المليون. ولكن ما تنساوش بانه كل اختبار خصكم تجمعوا اكبر عدد ديال النقاط، يعني 5,000 درهم، اما تكونوا بينوم او كفريق او لا كفرد. فهم؟ دون بيك ويش من الرب للطياب اش من علاقه؟ هوايه. كتموت على الطياب؟ كنموت ناكل الطياب. فرونشمون علاقتي بالطياب تخي غيدويت زعما، الله يسمح لنا من والدينا ومن عيالاتنا. رشيد ويش عاف؟ شنو قصتك مع الطياب؟ انا كنشوف ماما تطيب زعما تطيب، وانا ان شاء الله جاي الماستر شيف باش نبدع في البيض. يعني بيض بشتى اشكاله، بيض بماطيشه، البيض بالكفته، البيض بالبيض. البيض راه صعيب. هو على حال كان الجو سخون. لكن الجو سخون فين صعيب. انا كنصوب بيض مسلوق مشقوق، بيض يلا جاي من بياضات زعما. جيبوا ليه البيض. شكرا. طبيعه الحال في كل بدايه ديال من سيزون جديده ديال ماستر شيف سيليبريتي غنبداو بواحد الاختبار، اختبار ديال الصندوق الغامض. تنظن انكم كاملين بغيتوا تعرفوا على الموضوع ديال هذا الاختبار. مستعدين؟ مستعدين. يلا التحقوا بالاماكن الاشغال ديالكم. الصناديق الغامضه غتكون لحظه تشويق واثاره لنجومنا، فيها غتحدد معالم الاختبار اللي لازم ينجحوا بأي طريقة، حيت أي إخفاق غادي يحرم الجمعيات اللي كيلعبوا من أجلها من الامتيازات المالية. أنا قدام الصندوق الغامض وأنا مخلوعة لأن تكون شي حاجة اللي ما كناكلهاش. كدوزك بزاف الأمور في راسك، كاين تما شنو غاطيب، واش نقد نطيب، واش غادي نكون في المستوى، واش نعرف ولا ما نعرفش. المهم داكشي مرول في دماغك. عثمان شنو تظن كاين تحت هذاك الصندوق الغامض؟ عطوني كل شيء، ما تعطينيش شي دجاجه ولا شي حاجه. كل شيء من غير دجاجه؟ من غير دجاجه بهذ الساعه هذه. اوه دجاجه. امين يوكس؟ هاي. هاي. هاي ام كونكتي. What do you think there is under this mystery box, sir? I think it could be something delicious. Delicious. يا حبيبي. دي جوج خواتاتي بنات والوالده مفشش، انا كبير
من الراجل ضد الدار ما يمكنش يدخل الكوزينه، ولكن شاءت الاقدار في ماستر شيف سيليبريتي انني نبين لهم انني مقدمه من احسن من داكشي، واخا ماشي احسن من الوليد. ملي غنعطيكم الطوب غتحلوا هذاك الصندوق الغامض وحطوه في الجنب، واخا 3 2 1. المشاركين بكل حماس وتخوف غادي يتعرفوا على اولى المكونات الاجباريه في هذا الموسم. واش كل صندوق كيحتوي على نفس المكونات؟ قيد الشعريه ومنط كيخدم العقل، واخا ساهل هذا الشيء ولكن قلت ما يمكنش غادي ندير غير الشعريه بوحدها. فاش حليت الصندوق تفاجات لانني تلاقيت الكسه شامبينيون ولا سيبوليت، اشنو غادي ندير بهادو؟ عبلة فاش تفكروك المكونات اللي عندك في لونفونس ديالي، يعني كبرت مع الدجاج. بغيتي تقولي بانه هذاك الطبق كنتي كتاكليه بزاف صغرك؟ لا، كان معني كانت عندنا واحد الفيرما وكنت كنبغي نسرح معاهم. كتسرحي مع الدجاج؟ نجاة بلا ما تسولي لي زانغريديون اللي تحطوا لي انا، حطوا لي كفته وبطاطا والفرماج روج، فبالزربه انا غراتا لانه شي حاجه اللي كتعجبني كتعجبني الصور باقا كتعجبني لدابا. اسمعي بغيتي نقول لك واحد الحاجه سهله. قولي دابا دوك المكونات اللي عندك واش تقدري تصوبي بهم شي موال قبل ما تصوبي الطبق؟ الليمون اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها. الله الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خدوا عيني شوفوا بيها. حاجة اللي خاصكم تعرفوا أنا هو فن الطبخ تربطنا مع الماضي، كاين واحد النوستالجيا اللي كاينة. طبيعة الحال كاينين بزاف ديال النكهات أو ديال الريحات في الطياب اللي تيرجعونا للطفولة ديالنا، ولكن هذاك الوقت سالة بالنسبة ليا. ملي كنت ندخل من المدرسة ريحة الكيكة وفيها داك الليمون، هاد الشي اللي تيفكرني في الطفولة ديالي. المطلوب منكم في هاد الاختبار هو أنه تسافروا بنا في الماضي ديالكم في الطفولة ديالكم باش ناخذوا واحد النظرة على الطفولة ديالكم وكيفاش كبرتوا كفنانة. ماشي مشكل إلا درتوا اللمسة الخاصة ديالكم في هذاك الطبق ديال الطفولة ديالكم. حتى سعيد لكم كامل. هاد الاختبار عندكم ساعة ونص، غادي تحاولوا تصوبوا الطبق ديالكم اللي كيفكركم في الطفولة ديالكم، مفهوم؟ عندكم ساعة ونص، والمكونات اللي عندكم عاد كاين عندكم مكونات هنا من ورا هاد الريدو باش تقداو من لي بيسخي. عندكم 5 دقائق، يعني ما بقيتش باقي ما يكمل لكم ترجعوا، مفهوم؟ إذا شاف مريم يلا معايا باش نفتحوا لي بيسخي. حانوت ماستر شيف هو بدوره تحلى بألوان المشاهير وكيحتوي على ألمع نجوم الأسواق الغذائية. نتمنوا من المشاركين ديالنا يستغلوها بشكل جيد للإبداع في أطباقهم. كيف كتشوفوا ليبيسري فيها كل المكونات اللي تشهيتوا ومتنوعين. شوف تبارك الله الخير ديال مولانا وتو سكي لي برودوي فري راهم في الثلاجات. فهم؟ فهم شيف. ما سمعتكم؟ وي شيف. 3 2 1 طب يلا كلشي كيجري الا دومبريك غادي بشويه عليها مسكين ما ساعدتو شي الظروف ما عندك مثلا. الشباب يا شباب اعطينا واحد الزعفران زغبه اصبر ربع ساعه غادي بلاصه ثم الحمامه صافي. بأجواء مريحة كتنتهي 5 دقائق ديال التقضية باش تبدا أول قصة ديال نجومنا مع رحلتهم في عالم الطبخ، ولا غيدشوها بأطباق كتوحي على الطفولة ديالهم. أجيو نتقربوا منهم نشوفوا بعدا كيف دايرة تقنيتهم في التحضير. ياك ما عنديش مع التقطيع ديال الدجاج يا خو. أنا ما عمرني قطعت الدجاج. فهي كتبان لي فرحانة ومع لقاش ليها هكا كنقول منين غنبدا التقطاع هادي، وانا كنشوف الوالدة كتقطع مع عمرني زعمت زعما تعلمني ولا شي حاجة، فعانيت من هاد النقطة هادي. هاك الكالامر تغسلو، هاك الجلبانة قشرة، وبقيت هنا تنغطى في الصباح ساعة ونص باش نوجد الطبق كافياني، ولكن ملي كيكون عندي الحوت مغسول الجلبانة منقية. دابا لقيت عندي لي كالامر خصني نغسلهم، خداو لي وقت بزاف باش نقي الجلبانة مشكلة. خص النظافة
والنظافة من الإيمان. نعم هيا الشاف محجاي. نعم الشاف مريم في الملحة من والزدة لا 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 حمودة. رشيد رفيق كيف العادة الحياة والسعادة نخاف غير ينزل اللجنة شي بيضة بالتفاح مشلضة. في هاد الأثناء نجومنا منغمسين في التحضيرات الأولية والأكيد كل واحد فيهم باغي يبين على أحسن مستوى ليه في الطبخ باش يكسب الامتياز على جميع المستويات. طاح فيك طاجين ديال البطاطا والجبانة اللي هو ديجا ما كنعرفش نصوبو الصراحة ما مري درتو وان بليس خص تكون شي حاجه اللي هي تكون شويه اوريجينال ما بغيتش نديروا لهم طاجين عادي دونك انا كنخمم ان شاء الله يكون خير. كنتفكر هذوك لي مومون وانا صغيره وكيكون سورتو البرد والشعريه سخونه وانا كنبغي ناكلها كل نهار كل نهار كل نهار. قلت ما يمكنش غادي ندير غير الشعريه بوحدها خاص ضروري ندير معها شي حاجه دونك اختاريت ندير معها خضره سوتي فيك انا فاش كنت صغيره ما كنتش كناكل الخضره. المهم داكشي فكرني في واحد الطبق اللي كانت كتصوبو جدا الله يرحمها والوالده حتى هي كتصوبو لنا هو الغنمي باللوبي الخضراء وواحد لاصوص طوماط من الفوق. المهم في بلاصه فكرت فيها انا انسان دجاجي ما انا كنحب الدجاج وملي لقيت الدجاج صراحه فرحت ما وان شاء الله يعجبهم ان شاء الله ان شاء الله عندي لي واحد الاكله ديال الوالده كدير عليا عزيزه عليا. هذا واحد البلا كنت كناكلو ملي كنت صغيره بزاف كان كيصايبوا لي الوالد ديالي الله يرحمه ولكن عمرني في حياتي ما طيبته. كنفكر واش غادي نقدر ننجح ولا لا واش غنقدر نقدمه باحسن صوره خصوصا ان البلا اللي عندي في الشكل ديالو عادي يعني كيخرج بحال 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 الخبز. حفيظه نعم عندك الكابون لا تستحيي ما بالرغم من الجو المريح اللي سائد في الورشه الا ان البعض كيفضل الاشتغال بهدوء وتركيز وفي صمت في حين البعض الاخر الصمت والهدوء ما داخلينش عندهم في قاموسهم لكن الاهم هو ان الانسجام والتفاهم والتعاون حاضرين عندهم. احسن مرحله هي اللي واصل لها دابا انا مرحله طيبوبه لا ما دوق هاد لاصوص لا لا صافي كنتو سي نقولي مريض ولا شي حاجه طيب زوينه بالله ودوق بمعي القد كنعطيك معي القد انا شوي ماستر شاف سيليبريت. الخدمه مع دونبيك كانت سهله وتعاوننا شويه ديروا شويه الملح الزهر ما ديروش تكرا ديجا بالزهر في الاول ما عرفتش القياس ديال الملح حيت ما مولفاش كنطيب دونك درت الملح قليل وزدتو اوغوزمون كي درت هذاك الشيء ناقص وزدت وما درتش لو كونترير حيت لو كونترير هو اللي صعيب. ما تحاولوش هذا ما تحرقش زيرو تحرقت لو بلا ديالي الاول وتخلعت فرميتو وعاوتاني بديت من جديد. ساعة ونص لأمام المشاركين لتقديم أفضل ما كيعرفوا في الطبخ من المكونات إجبارية واللي مر منها جزء مهم وبالتالي الضغط كيتزاد عليهم وكيعرضهم لأخطاء كثيرة ولازم الآن من مرور لجنة التحكيم لتقديم المساعدة الضرورية. دون بيك وي دابا الكسة ديالك الكسة ديالي مضارب معاها مضارب معاها علاش؟ علاش هي اللي كتضرب ولا أنت اللي كتضربها؟ كفتها كنت شاك فيها كفتها مكنزر ما بغاش طيب دونك كنبقى نقلب فيها كندير لها كتبقى باقا حي. النينو في الثقل ولا فاش حطيتيها ما حطيتهاش مقاده فعليك في الاول منين تحطها تشحر البصله علاش درت تبات شحال تاع البصله والخضره دابا هي نشفات لك راه مزيانه واخا كتشوف هكا راه مزيانه. دون بيك انا بغيت انا عندي واحد السؤال شنو غادير باش تشيك هذاك لو اشي بارمونتي؟ وغنزيد لي اون صوص. سي بيان سي بيان باش يتسلي لك هذاك. وغادي ندير عاوتاني واحد الحاجه اللي ما كناش كنديروهاش بفيغ ان لي بلو توست. De façon à avoir un côté croquant en fait. D'accord. Ouais, le texte. Il a pris le côté croquant, il a pris le toast. Là, il a pris le toast, le texte. Mais il a pris le croquant. Il a pris le bleu avec la sauce camera. Après le chose, il a pris le porte-pièce. Il a pris le zibda. Il a pris le hamro. Il a pris le fouk. 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 D'accord. Merci beaucoup. Najat. مزيان حيت شفت الاشي ديالك درتيه في الفران درتو في الفران واخا دابا تندير غير الخضره صوتي وغنزيد عليهم الربيع واخا غنزيد عليهم الربيع هادو ساليت كيفاش ساليتي؟ انا صافي درت هذاك البصله ولكن البصله مقطوعه كبيره كنت عواله نديرها صغيره بداو كينزلوا لي الدموع وقلت انا غنبقى نقطر غنبقى يعني دونك نهزها وقلت انا غنطيبها بزاف تذوب وما دابتش. اللوبيا
كديرها في الماء سخون هاد درت الدلع درت في الماء سخون ولكن خرجت ديجا في الثلج ودرتها في الثلج ما كنتيش تسمعي نسيت صافي وهاد المره الجايه ديرها في الثلج دابا الله يسامح الله يسامح لا حنا مسامح كريم حنا مسامحك غير يكون بنين واخا الله يعاونك يلا حسيت شكرا انا عايزه اطبخ وحدي سانفريت سانفريت انا جيت الزيت كون شتي حالي تبكي بالدموع الوالي انتباه ويشاف ما بقات لكم غير 45 دقيقة يلا انا وصلت لمرحلة بقباقة احسن مرحلة بلاتي بلاتي امينوكس بلاتي امينوكس هانتا واش انت هاز فورشيطه صغيره وكتقلب بطاطا بغيت تقلي بطاطا ولكن انا ما عرفتش ان البطاطا عندها واحد الحاجه كبيره كتهز بها وكتكبرها انا جالس بالفورشيطه هكا وخوفا من الزيت عندك يتكب عليا واول حاجه شوف شوف البلاصه الخدمه ديال كيداير كيسمح لي الشيف مهابي كيكون حداك رشيد رفيق توقع هادشي رشيد رفيق سطاني لانه كان حدايا وكيجي كيوز كيقطع عنده البصله وكيلوح لي انا امينوكس غير بغيت نقول لك حيت قلنا لكم حاولوا ديروا شي حاجه شي شويه مشيكه ياك فقط تستعمل واحد كامل تقدر تستعملو غير طريف صغير بحال هكا خصو يكونوا قد قد وحده قد اخرى باش يشرخدو نفس الوقت خلي نقص لا حيت الا عاد سخنتي راه عاد غينشف لك بزاف دونك ما نعاود نسخنو صافي غير غطيه الالومنيوم بدا كاينه كاينه البنه حنا اللي غادي نقول لك واش بنين ولا ماشي بنين ياك صافي اوكي مرحبا اصلا الصنع ديال لاصوص اسمو اصلا اعتبار و نورمال هو الثومه بحال اللي قلتي الثومه سوفاج الثومه ما قطعتهاش مزيان ما كاينش الصبر شويه حنا الله يسمح لينا من الوالدين ما قطعتهاش مزيان كتبان لها واحد الثومه بحال فارده الوجود ديالها وسط ديك لاصوص احسن حاجه الا قدرتي تحن هاد لاصوص بشويه زيت البلديه وتحنها مزيان وتباسيها باش تولي ليس وغتعطي المنظر في لاسيت ديالك ولا غتجي حيت بغات تفرض الوجود ديال الثومه شنو تيحسب لها راسها راه غا ثومه مطيشه لا لا هم ولا تاع صافي ما عندي ما ندير انا دابا نبقى نتسنى وصافي غادي مزيان دابا في الطياب غادي داكشي مزيان المشكل شنو هو الصفاره واش صفر لان باش تحل خاص الصفاره تصفر وكنشوف الوقت كيدوز هي بدات كتصفر بدات الصفاره هذا ارتاحيت ما مولفش اول مره غادي نطيب طاجين شي باقا غانا الله هادي البطاطا يا درتي معاها لك شي مخيش هادي هي لك شي مخيش لا قمر شو هاد الشي مسجيك في الحطه شو حضرتي لنا الوغ درت دي واك دو ليغوم هنا درت لا باتات دوس اون فري واخا واخا ولا مارينات غادي جي لي ريدويت وغادي نابيها ودابا هادي شي كتبات كتبها بالشينوية ولا شنو هادشي؟ لا هادي بالباب باب باب بابلية باب لا مزيان 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 غير تكونسنتري مزيان دوقي كلشي بيان سور وتكونسنتري مزيان في الحطة ديالك اللحم باغ كونتخ واش نقطعو عرفت ولكن غادي نزيد نقليه ولا نخليه لا لا صافي صافي بارك عليك يلا بون شونس ميرسي نعم وراكي غادي مزيان ميرسي هبلا وي الو فين وصلتي تحرق ليا لا بروميير فوا تحرق ليا كي لا بروميير تحرق ليا لي زونيون اول مره شنو شنو تحرقات عاودتي مشكل عاود سحبي الدجاج تحرق لا الدجاج باقي ما تحرق قريب درتيه في كوكوت الدجاج في الاول درته في الكوكوت تحرق دونك دابا غنخليه هنا واخا دابا لي فريت صافي برك خرجي لي فريت خرجهم لا لا راه باقي باقي لا ولكن انا لي لا 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 ملي كيوقفوا عليك لي شيف كتستريسي حيت كتحاول تبين بانك كتبدع في الطياب ولكن كيعطيو نصائح اللي كيمكن لك تربح بها الوقت بزاف واللي كتكون انت دي زيتاب اللي غتكون غتنقزها عبلا دابا الى طابو طيبو حيديهم ومن بعد خليهم في هاد الزويته بارفي ولكن خلي ماشي هنايا فهاديني يلا شعلي العافيه باش شويه ودابا ملي يطيبوا حمريهم ولكن عندك اصبعك صافي جول الاطباق كملت في طيابها وغتمر الان لاعقد مرحله اللي كتعطي قيمه مضافه للطبق
وهي الدريساج، ونجومنا واعيين بأهمية هذه النقطة عند الحكام لما غاديش يجاملوهم في التذوق. أنا كندريسي وأنا عارفة راسي أش نبغيت، لأن الواحد خصو يبريباري راسو خصو يكون بروفيسيونيل. درجي عاوني هضر زواق حمار. الدريساج عاونتني في حماقة ولكن ماشي بزاف، وراتنا كيفاش طمت ثلاث صافي وكملت أنا من عندي صافي، حيت أول مرة أنا غندير الدريساج. لا سمح لي هادي نحط الله ناري خاصة خربقت لي الدريساج. صافي خلاها خلاها مزيانة حلاوة شي زيتونة. الملاحظ أن بعض الأطباق تعود لهم الدريساج ديالهم عدة مرات للحصول على نتيجة مقنعة بالنسبة لهم، لكن رأي لجنة التحكيم هو الكلمة الفيصل. وانا هذا هو جهدي عليكم. مرقة مستيل يا عمك. شو هذا صوب مرقة كتسكن في غاندي. اللحم هو الأول، جلبانة البطاطا، جلبانة خاصها تشد بلاصتها، كنشوف البلا خاصو شوية ديال المرقة، درت المرقة البلا ما بقى كيسوى حتى شي حاجة ولا داير بحال شي فلون. لا راه نضربك. لا 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 فريتا هذا راه سخفوني، وماشي ديال الكوزينة وماشي ديال المعيشة أصلا، وماشي ديال ماشي ديال أي أي حتى حاجة، ماشي ديال والو. نورا تفضلي. أول حاجة فكرت فيها وأنا غادا بالطبق ديالي عند لجنة التحكيم، إلا تعكلت وهادشي كله طاح في الأرض شغي وقع لي. شنو الصعوبات اللي لقيتي في حدا الطبق ديالك؟ المشكل كان عندي أنني خصني نغسل لي كالامار، نقيهم مزيان، نقي الجلبانة، يعني داك الخضرة اللي كتاخذ لي الوقت ساعة ونص كافية، ولكن داكشي اللي كيتوجد قبل هو اللي شوية ستريساني. شكرا نورا، ندوزو التذوق. شكرا. وانا راجعه كنقول نقدر نربح نقدر ما نربحش، ديما كنحط الكفه فيها هكا جوج الاحتمالات. الطبق ديال نورا لابيلا بقواعدها، يعني الرز هو هذاك، النسمه ديالها بحال تقول قالت اسبانيا، ومصوبه هذيك سبليوني تبارك الله عليها بنينه ولذيذه. الحاجه الوحيده اللي كنقول يمكن هذاك الرز كان عليه يكون فازق شي شويه اكثر، ولكن غير هادشي برافو عليها، فريمون برافو. ندوزو للمبتبه ريما جي. يلا نجات تفضلي. نجات وي شاف على فهاد الاختبار الاول، واش لقيتي شي صعوبات؟ طياب واعر. طياب واعر ياك. الصد العافيه درني راسي، كنشوف كل شيء كيزرب وكل شيء كيطيب، حتى جاتني داك السم. ومالهم هما، انا خصني نعرف. طورت ودرت هذاك خيزو اللوبيا، وما قالت ليش بنيتو حل توحل، دير خضيرة دير عليها قزبر ومعدنوس والثوم وزيت العود، شي اللي درت. غندوزو للتذوق ونشوفو واش الطبق ديالك في المستوى. شكرا نجاة تبارك الله. شكرا نجاة تفضلي. بالنسبة لي هذا طبق اللي يقدر يعجب الكبار والصغار، وصفة بسيطة سهلة ولكن يديها بنينة. واش بالنسبة للتقنية شي حاجة اللي تخيز افانسي؟ لا، ولكن بنينة سي ليسونسيال. ميتريزات مزيان لا كويسون بنين، غير حاجة واحدة دابا خاصها واحد الاجتهاد في التقديم، كان علامة سلبية شرط تبسير يكون بلا باش يعطي لاوتوغ، جات بحال مدفون هنايا في هذا المغارق، ولكن البنة كاينة في يديها، وإن شاء الله غادي تعطي أطباق أخرى اللي غادي يكون أحسن. ندوز للمتبرم ماجي؟ يا بسم الله. حماقة تفضلي. بسم الله. سيزولي. لا كنعرف طيب. قمر. حماقة. وي. دارت. قمر شكون تيطيب في الدار عندك أنت ولا راجلك؟ لا أنا بيان سور أنا، هو كياكل. هو تياكل سيتو وانت تطيبي بون شوز. قمر بغيت نقول لك هنيئا لك، حيت الاختبار الاول تنشوفوا اجتهاد وتتخدمي بطريقه نقيه زويونه، عندك افكار
تنتمناو ليك تمشي بعيد في هاد المباراة ودي بزاف 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 فلوس ان شاء الله لاسوسياسيون تاعك. هذا هو البوت. شكرا قمر تفضلي. ميرسي. المذاق هائل لاصوص اللي دارت والحيمه رطبه فتيه. حاجه واحده اللي ناقصه الحيمه ناقصه شويه ديال الملحه اللي كان عليها تزيد شويه ديال الملحه، ولكن طبق ملون تبارك الله عليها. ندوز المتبرع المجي. يلا بسم الله. كليله تفضلي. وانا غدا عند لجنه التحكيم بالطبق ديالي فرحانه بها. عجبني كيفاش صايبته. كليله درتي واحد الطريقه اللي نقولوا طرومبلوي، مي تنشوفوا الطبق ديالك نقدروا نفكروا انه ديسير او امتي كب كيك، ولكن هو مالح. دونك الفكره كانت ذكيه مزيان. ميرسي بوك. فرحانه بالطبق ديالك؟ فرحانه به، كنتمنى نتوما تفرحوا به. ما بقى لنا غير ندوزوا للتذوق. شكرا كليله. ميرسي. انا راجعه كنتمنى يعجبهم الطبق ديالي ويجيهم يعني حتى في الشكل كيفاش قدمته لهم يجيهم شويه اوريجينال على 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 الطبق الاصلي كي داير. كاين واحد الذكاء وكاين واحد الخدمه اللي هي زوينه واللي هو زوين بزاف، وهو لاصوص ديال الشامبينيون ماشي بنينه. هذاك لاكاجو عطى واحد واحد لا كونسيستانس واحد المذاق اللي تري سبيسيال. دوزو متابعين. يلا بسم الله. فاتي تفضلي. فاتي باقي كتاكلي الشعريه ولا مابقيتيش كتاكلي؟ لا اون فيت هاد لا بيريود كامله من شحال من شهر حبست بزاف د الحوايج وكناكل سورتو الخضره ولي فروي. انا من المحبين ديال الشعريه باقي دروك تنصوبها ماتيشه في الليل. هادشي علاش كاين فرق كبير بين الفورما ديالها والفورما ديالها بنينه. انت باقي كتاكل الشعريه وانا ما بقيتش كناكل الشعريه. انا باقي كناكل الشعريه وغادي ندوق هذه الشعريه باش نشوفها كي دايره. ايوا كنتمنى تعجبكم. ميرسي. تفضلي. الشعريه غادي نسميوها الشعريه ريفيزيتي بنينه وزاد فيها خضيره تقديم هائل زعما دار اجتهاد كبير وتبارك الله عليها. شاب مريم تنظن انها كابابل طيب احسن من هي تظن راسها. تنظن عندها بزاف ديال لي كاباسيتي وغنكتشفهم ان شاء الله. يلا ندوزو للمتبرعين المجي. يلا بسم الله. عبلة تفضلي. شنو حضرتي لنا؟ درت شي حاجه فريمون ديال الاطفال. وفي كو كيعجبني الدجاج دونك درت هاشتاغ اي لاف دجاج. هاشتاغ على الدجاج. يلا شفت يلا شفت مزيان. بقى لنا غير ندوزو للتذوق. شكرا عبلة. شكرا لك. صحتكم. مشات على شي حاجه اللي كلاسيكيه وتنظن انه هذا الطبق تمثل الطفوله ديال بزاف ديال المغاربه. بطبيعه الحال شاف يعني سامبل كان واحد شويه المريقه واحد شويه التغميره وشويه ديال المسير الحامض المسير وشويه تزيد شويه ديال الزيتون ولا تحيد غير الزيتون العلفه شويه كان يكون احسن. ولكن تبارك الله عليها. ندوز للمتابعين المجي. يلا بسم الله. يلا بسم الله. اميليوكس تفضل. اول مره غنطيب الصراحه كنتمنى ان شاء الله ان بلاي يعجبك. دابا انت اول مره ابتكرتي هذا الطبق ديالك وقدرت تبتكر شي في الموسيقى شي حاجه دابا اليوم قضيه مربوحه قبل شي شاف مريم والشاف موحى. انا اللي غندي ماستر شاف واخا بلا ديالي ما فيه ما يتشاف. ما بقى لينا غير ندوزو التذوق. شكرا. ميرسي شاف. شاف بالنسبة لي المرة الأولى اللي شي واحد تيطيب شي حاجة ما غنقولوش بالنسبة للنكهات أو التقنيات شي حاجة واو، ولكن بعدا ما حرق حتى حاجة. اللحم ما خضرش، الروز طايب بخسك وبالأخص هو ما وقع عليه والو. هو ما وقع عليه والو. ما تحرق ما تحرق ما الحمد لله. دونك سي ديجا با مال. يلا ندوزو للمتبرع المجي. يلا بسم الله. أنس تفضل. أنس شكون اللي تيطيب في الدار؟ الوالدة. سمعت شي حاجة أنه دوزتي قبل ما تجي الماستر شيف سيليبريتي واحد ستاج ديال 3 أيام عند الوالدة. كاينة غير وكان ما تكونسونطريش بزاف. تبارك الله عليك أنس الطبق ديالك التقديم عندك هو هذاك
بصح فرحانين ايوا المهم كاين شويه وزعما الشيف بوحه كامل ما غاديش نقول لك مزيان بزاف ولكن دونك انا غندوزو التذوق. شكرا انس. شكرا يعجبكم. شكرا بارك الله فيك. مشي في حالك. سير الله يعاونك. لا ستار ديال الطبق وما الخضر الطيب ديال البطاطا هي هادي كديك جليبينه كيفاش خلاها محلوله مزيان. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول اللحم مازال قاصح شي شويه واخا لاصوص بنينه ولكن اللحم شي شويه قاصح. دابا داك الشيء من عنده داكشي اللي قال لي راسو قال لي حطت الجلبانه هنا هادي هنا بالجلفه ديالها ودار واحد زوين تقسيم هائل. دوزو متبرين ماشي يلا بسم الله. عثمان تفضل. مرحبا شيف. عثمان يو بالنسبه لك الطبق ديالك صافا ولا صافا با؟ صافا تري تري بيان. انا في ماستر شاف سايق في راسي عمري ما نخاف مع الشاف موحى غادي نسلم اللوحه ترونكيل. تمام. اللي بغيت نقول لك من الشوفه الاولى لي صوص ديالك باينين بيان ريدويت مدغمرين مخدومين مزيان. بالنسبه لا كويسون دو لا فيوند عاد غنشوفو نسبر كو لو غو فا سويفر ان شاء الله. نتمناو. بون ابيتي. شكرا. ميرسي. شكرا لكم. اول حاجه اللحم زبده الماتيشه مقومه مزيان ليس و زيدوا فيها واحد الحروره كتجي من بعد يعني ما كثير ما قليل بنين هائل. خصنا غير واحد شويه الخبز باش نبداو تنغمسوا ونكملوا هذا الطاجين. انا بالنسبه ليا عثمان فاجئني بزاف ما كنتش تنظن انه النيفو ديالو غيكون بحال هكا خصوصا بالنسبه للنكهات والنيفو ديال لا سيزونمون. تبارك الله عليه طب طب طب. نزول المتبرين ماجي يلا. ايهاب تفضل. ايهاب ما بغيتيش تغني لنا شي حاجه باش تفرح لي فان ديالك و حتى حنايا بطبيعة الحال. هيا مرحبا مرحبا. اي حاجه اللي بغيتي. سولت عليك العود والنايون غاوت لا 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 سولت عليك الورد والزهر ونسامو سولت عليك الياسمين سولت عيون صغير سولت عليك والعشق والهان سولت عليك صحاب الغيوان أهل العود عطاني اخبار ولا الناي كشف لي سرار سولت عليك العود سولت عليك الناي. الله يطول عمرك. صوت جميل تبارك الله عليك. بغيت نقول لك بالنسبه للتقديم اللي درتي ما غيكونش في المستوى ديال الغناء ديالك ولكن المرة الأولى والاختبار الأول مزيان ما بقينا غير ندوزو التذوق. تفضل. مرحبا. شكرا. شكرا. طيبك. التجربة الأولى برافو عليه. كاين شي أخطاء بالنسبة للتقنيات اللي استعمل مثلا الدجاج شي شوية ناشف ولكن بنين لا بوري ديالو مزيانة واحد لا كونسونتراسيون اللي شفت فيه اللي عجبتني بزاف. ندوزو المتبرين ماجي. يلا بسم الله. يلا بسم الله. رشيد تفضل. كيف داز الاختبار؟ كان شوية ضغط كان شوية انا مرات نقول راه غادي نصوب مقطع الخيزو هو الاول كذا نديرو يتسلق وكنسمع الوقت ما بقاش خصني نصوب اللحم. واحد اللحظه دخلت سخنت الماء قلت نتوضى رجع شويه ما عرفتش شنو واقع بعدا وفعلا توضيت والحمد لله. رشيد ما بقى لنا غير ندوزو التذوق. شكرا. شكرا تبارك الله. مرحبا. بارك الله فيك. ميرسي. الطبق ديال رشيد مزيان الصوص مزيانه اللحم شويه قصح لي شويه فريمون با مال تنحسو بانه هو كان تيطيب وتيذوق عنده مع المذاق. يلا ندوزو للمتبرين ماجي. يلا دون بيك تفضل.
كيجاتك التجربه العجيبه والاولى في ماستر شيف سيليبريتي؟ سي بون اكسبيريونس، كتعلمك بانك تكون على القرص. كاين نسبري ديكيب، نجاة تعاونت معايا في شي حوايج الى اي سي هي وحماقه ديموليو داك البلان، مي سي با مال. يعني كيبان لك بانه قلالوا العزاله في ماستر شيف وكثروا الجزيره. تبارك الله عليك دون بيك، هذا شرف لينا. شكرا، تفضل. شرف لي. شكرا، شكرا. ميرسي بوكو. لا سيزونمون هو هذاك الكفته، كيفاش داير لا سيزونمون ديالها لا بيغي، وخصوصا هذيك لا بتيت صوص او بوافغ لي صوب، كاين بزاف المجهودات. انا نقدر نقول بانه كان عليه يبدل غير بدات خلاصيات باش يبان داك الشيء طالع، هذا الشيء اللي نقدر ندوز، ولكن المذاق كاين وتبارك الله عليه. شاف موها شنو نظهر لك ندوز المداوله؟ يلا بسم الله. يلا كاين اجتهاد على مستوى الطياب، لكن بقي ما كايناش جرأة في الافكار، واللجنه كتشوف انه ممكن يكونوا ابدع. واقفين مجموعين مصافين كنتسناو، كاين شاف موحى شاف مريم. احساسي وانا واقفه بطبيعه الحال كنتمنى نربح، واحد الاحساس مخلط فيه يا ربي نربح وفيه يا ربي ربحنا 100. باسم لجنه التحكيم ماستر شاف سيليبريتي الدوره الرابعه، فوجي لكم انتم الفنانه 12 بكم، النيفو عندكم طالع، يعني 4 ميديسيون تبارك الله عليكم، لا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه التقديم بينتو شي حاجه، لانه الاختبار الاول ديما كيكون صعيب، لانه يلا كتوالفوا مع الماتيريال وكتوالفوا مع الورشه. النيفو طالع تبارك الله عليكم، بغيت نشكركم ونقول لكم تبارك الله عليكم، برافو. بطبيعه الحال النيفو كاين فيكم اللي تفوق، كاين اللي شويه باقي خصو شويه ديال الخدمه، ولكن واحد فيكم او وحده اللي نالت الاعجاب ديال لجنة التحكيم، والمذاق كان فوق المستوى، وحتى التقديم سامب ولكن انيق. كل اللي عرف يقدم طبق ديال الطفوله ديالو وعطاه حقه بنين وتقديم غزال، الفنان او الفنانه شكون قدر يعبر على تفاصيل طفولته بامتياز في الاذواق والنكهات؟ شكون نجم او نجمه الاختبار الاول في هذا الموسم؟ عثمان. هي قدمت مجهود، حاولت ندير احسن ما عندي، ولكن لفات نسمع ديك عثمان انا صافي بحال صرفقتيني قلت ويلي ما يمكنش. علي عثمان، علي عثمان، علي علي عثمان. الحمد لله باش اللي عاونتو. عثمان بالنسبه لك غدي اول نجمه ديال الكود كور لهذا الموسم الرابع ديال ماستر شيف سيليبريتي، تبارك الله عليك. ولا ما نكذبش عليك، دابا أول نجمة وفرحان بها بزاف، وسا فو دير بوكو شوز بور موا وليك الجمعية، وغادي نخاف نتبلى باش ولدقت له دابا هذا المذاق ديال الربح، خصني ديما نكون، خصني دابا نجاهد. عثمان في الأول ديال هذا الاختبار قلت لكم حاجة اللي مهمة في ماستر شيف، أي ماستر شيف، هما النكهات والمذاقات. بطبيعة الحال بالنسبة ليا أو شيف موحى ما تنتسناوش شي نيفو ديال التقنيات اللي عالي، حيت ماشي الموهبه ديالكم حيت نتوما فنانه، ولكن ما شاء الله عثمان بالنسبه للطياب ديال اللحم ديالك كان زبده، لي صوص اللي صوبتي، هذيك الدغميره اللي صوبتي كان مذاقها هو هذاك، لا كونسيستونس ديالها هي هذيك، ولا بتيت صوص ديال لا طوماط ليس زوينه، تبارك الله عليك. شي حاجه بسيطه ولكن كل شيء بالنسبه للتقنيات كانت مضبوطه، وبالنسبه للمذاق كان في المستوى. برافو عليك، برافو الله عليك، برافو الله عليك. فرحنا لعثمان، غير هو حماقه ونجات قوسوا عليا انا ونوره. نوره كان لينا غيديوها الوغ كو غيديها لمي. عندك كود كوغ، يعني عندك 5000 درهم اللي ربحتي الجمعيه ديالك، اسميت الجمعيه ديالك، واش ممكن تقول لهم؟ الجمعيه سميتها جمعيه ابتسامه، كتكلف يعني ب ذوي الاحتياجات الخاصة، كتكلف بالأمهات العازبات، كتكلف بالمسنين وبالـ SDF، دونك هي بنيت مكناس و إلي تخي أكتيف، و سا مفي بليزيغ نكون يعني جبت ولو غير هذيك لابتيت بيغ في ليديفيس باش نعاونهم شي شوية، سا مفي بليزيغ، وغنديروا إن شاء الله مجهود باش نديو لهم كل شيء تحت مير بشي حاجة. أشنو يمكن لك تقول لهم دابا؟ اليوم هما
الجمعيه الجمعيه شنقول لك؟ نتمنى نحمر لهم وجوههم ونكون في المستوى في حسن الظن ان شاء الله. غادي نصدم الاولى بلاتي. خليكم معنا. برافو عليك اسمين. المهم شرفت بك داك الطبق ديال جده الله يرحمها، الوالده يعني بمرتي بالنسبه مولف داير بناس كطيبو مزيان. اذا الفنانه ديالنا غنتلاقاو من دابا شويه اختبار ثاني خارج الورشه بريستيجيا بلاج دي ناسيون. مستعدين؟ غنساعد لكم. مطلع لكم وبرافو. الموعد الآن خارج الورشة، نجومنا 12 توجه لهذا الفضاء الراقي المتموقع أمام ساحل سيدي بوقنادل لاستدراك كل هفوات الاختبار الأول. المكان عجبني بزاف، كنت كنمشي ليه فاش كنت صغير، بزاف ديال الحوايج كيون فلوري تما، كاين طونيبيلات ديال الغولف اللي كنشوفهم في التلفزة كنلعبو بهم، تفرقنا بهم، درنا بهم الكورس، درنا بهم الرالي اللي بغيتي، المهم حماقينا تبجنا، واحد الأمبيونس كانت زوينة، الكادر مانيفيك. ما كان زوين بزاف داك الخضوره وداك الجو سيتي مانيفيك. انا ما كنعرفش الناس وما عنديش بيرم وعمري ما دوزت بيرم، مع العلم انا عندي 30 عام. بعد قليل الشاف مريم والشاف موحى غادي يوضعوا امام المشاهير تحدي اقوى، يزيدوا يمتحنوا من خلاله ثقافتهم وتقنياتهم المطبخيه باش يكونوا صوره واضحه تكون خريطه الطريق لهم في هذه المنافسه، وباش الاختبارات تكون اكثر متعه وترقى المستوى. ماستر شاف سيليبريتي المغرب. مرحبا بكم في الاختبار الثاني خارج الورشه في بريستيجيا بلاج دي ناسيون غولف سيتي. طبيعة الحال في هذا الاختبار انتم لابسين طابليات متلونين، يعني انتم ثلاثه الفروق، فريق اصفر احمر او الموف. جروب مزيان، تحت مع عثمان هو اللي خدا النجمه الذهبيه، دونك بارفي. فاتح حتى هي قمر، غادي ان شاء الله يكون شي حاجه. انا كنت معول على البيك وكليله عبلا ستيل ديالها ديال لي كريب. كليله كيف جاك الفريق ديالك؟ زوين، كنتمناو نديرو شي حاجه مزيانه. باش غطيبو شي حاجه مزيانه غديرو؟ بطبيعه الحال غنطيبو شي حاجه مزيانه، عندنا الثقه وعندي الثقه في الفريق ديالي اللي كاين معايا. واخا كنت كنتمنى انني نشتغل مع نورا ولا قمر ولا عثمان. رشيد اش هز في يدك؟ هذا زعما غادي يعاونك في الكوزينه ولا شنو؟ لا لا دا ما كي افونتاج اللي فيه هو ما كيشدش عيني وكيبقى معايا طول الوقت. ماكيش شجعنا زعما واحد هي هو كيشم. اش من سميه؟ مسعود. ونتمناو لكم السعد. شكرا. اللي خلعني هو واش نقدروا نتفاهموا ونكومينيكيو، لان لا كومينيكاسيون تقدر تضيع لنا الوقت الا ما تفاهمناش مزيان. امينوكس اش بالك في الفرقه ديالك؟ اقوى الاقوياء معايا خصوصا الاستاذه نورا، فانا اليوم ان شاء الله جيت ندعي معاهم. دايما ان شاء الله بالتوفيق ولابس كوموندو باش نشوف الامور واش غادي مزيان. زعما انت اللي غادي تحكم في الفرقه ولا شنو؟ لا انا اللي غنحكم في الاخر. واش فرحان بالفريق ديالك؟ فرحان بزاف بالتواجد مع نجاة ونورا وايهاب، سورتو ك ايهاب ونورا تبارك الله حتى نجاة كيطيبوا مزيان. حماقة كي جاك اللون الاصفر؟ جاني فن. واللي معاك؟ الفن. حنا رغم الاصابه ان شاء الله غادي يكونوا في الامور مضبوطه. غادي تربحوا دوك الناس الجمعيه ديالكم ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا في هذا لي بروف ان شاء الله، اننا حنا نديو لاسوسياسيون ديال كل واحد يدير لاسوسياسيون ديالو المبلغ. عثمان وي شاف، انت اللي خديتي كود كور في الاختبار الاول والنجمه الذهبيه، اذا انت اللي غادي تكون رئيس الفريق ديال فريق الاصفر. مفهوم؟ صافي بليزير. هي راه مسؤوليه نكذب عليك المهم، ولكن جوني تي فيا نمشي كلعب انا كابيتان. انا فرحانه بزاف لان عثمان شاف ديك، لان عليه المسؤوليه كامله ويخسر ياكل العصا. فريق احمر والفريق البنفسجي انتم بيناتكم غتفاهموا وكل واحد غادي يتخير رئيس الفريق. يلا بسم الله. اذا بالنسبه لكم انتم الفريق الاحمر شكون اللي غادي تخيروا كرئيس فريق؟ مسعود. بابا نويل. بابا نويل اختارينا كليله حيت الدراسه ما راه غتكلف بينا وغتصوب لنا شي حاجه زوينه. بالنسبه للفريق البنفسجي شكون رئيس الفريق؟ نورا. نورا هي اللي منوره فينا. عندكم الزعلاء دخل. لا لا راكم فريق. حنا غنقليو الماء وغنديرو كلشي. ما كيتخلى.
تبارك الله عليكم. واخا المسؤوليه شويه ثقيله واخا هكاك قلت يلا مشي. في هذا الاختبار الثاني ديال هذه الامسيه غتعيشوا التجربه الاولى ديالكم كفريق او الخدمه كفريق، ماشي شي حاجه سهله. حنايا اللي شاف تنعيشوها كل نهار في الكوزينات ديالنا، خاص نظام، بزاف النظام، تركيز. والحاجه اللي مهمه خاصكم تكونوا منسجمين ومفاهمين بيناتكم وتقدروا تبادلوا الافكار ديالكم ولكن بنظام. مستعدين؟ مستعدين. يلا طب. الراحه ما كانش 100% 50% حيت كاين اللي كيطيب كاين اللي ما كيطيبش. مهم كتقولش غادي يوقع. في هذا الشهر المبارك الكريم ديال رمضان كيف كتعرفوا في العالم كاين تقريبا 2 مليار المسلمين، كل بلاد او كل منطقه كيفطروا كيوجدوا فطور على حسب التقاليد ديالهم. طبيعة الحال غنخلي لكم شيف مريم تعطيكم اشنو هو الموضوع، شنو هما الحوايج اللي مهمين اللي حنايا كمغاربه تنلقاو ديما في الطبله ديال الفطور. حريره لو جو، برافو عليكم. فاكهه التمر، برافو عليكم. برافو. والحليب عامة. الحاجة اللي مهمة بحال اللي قلتو العصير. الحاجة الثانية البيض. البيض مهم، ولكن في هذا الاختبار الحاجة اللي مطلوبة منكم هو ماشي البيض مسلوق، خاصكم تلقاو واحد التقنية شي حاجة اللي تقدروا تخدموا بها البيض اللي بغيتو، امتي توملات، ميموسا، اف بوشي، اي حاجة بغيتو. الحاجة الثالثة واللي قلتوها صوبة او شربة، ماشي لابد تكون حريرة، تقدر تكون اي صوبة. الحاجة الرابعة واللي مهمة شوية الحلاوة، خاصنا ولا بدا إما شباكية إما بغرير إما أي حاجة بغيتو. والحاجة الأخرى الواحد لازم عليه تكون شي حاجة مالحة فوق الطبلة، ولكن نتوما حرين. كاين بزاف الحوايج نقولو مثلا بيتزا، رغايف معمرين، بيتزا، برافو عليك، بطبوط، بطبوط معمر، بريوة، أي حاجة بغيتو. واخا الحاجة الأولى عصير، حاجة الثانية بيض، حاجة ثالثة صبة أو شربة، ماشي لابد تكون حريرة، حاجة حلوة وحاجة مالحة. كلشي مفهوم؟ مفهوم. الحريرة ولا الصبة ولا معشكش قالوا، وعندو فيها المالح والحلو والبيض والتمر، بقالنا غا شاف مريم نمشيو نخطبوها وصافي. كيف طلبت منكم الشاف مريم فطور فيه عصير بيض صبة حلاوة الملاح الملوحية؟ إذن عندكم في هذا الاختبار ساعة ما يمكنش، يعني مائدة رمضانية راه كتعرف كتكون فيها حريرة مغربية، كيكون فيها بزاف ديال الأطباق، تفاجأت واحد شوية من ساعة المكان. وإن شاء الله غادي يكونوا معايا جوج ديال الضيوف مهمين، وعندكم في الإبيسري 5 دقائق يا اللي عندكم. مفهوم؟ ما سمعتكمش. جوج ديال الضيوف غادي يديروا ديكستاسيون، زيد عليهم الشاف نوحة والشاف مريم، يعني خصنا نديرو 4 زيبلا في ساعة. طبيعة الحال الفريق اللي غيربح كل عضو في هذاك الفريق غيدي مبلغ ديال 5000 درهم لاسوسياسيون أو الجمعية ديالو. إذن تجاراو تقاتلو. واخا بيشيف 3 2 1 يلا بسرعة. كتنطلق فعاليات الاختبار الأخير في هذه الأمسية، والهدف الأول فيه الحصول على أبجديات تكوين الأطباق اللي ما عرفناش واش المشاركين لقوا أفكارها ولا باقي. صلا فينا يا البصلة؟ هاي صلا فينا، سير خذ حاجة أخرى باش نربحوا داك الخمسة دقائق في التقضية ونجيبوا كاع داكشي اللي بغينا. ديسباتشينا أن اللي غيدير شي حاجة يتقدى لها. صافي ما بقالنا والو. أنا بعدا في داري 5 دقائق باش نمشي نتقدى، ديك 5 دقائق باقي أنا كنخمم واش نخرج من الدار ولا ما نخرجش. ماشي كامل حناش غير غنحط منه نردو. إوا المسمن حنا ما نصوبوش. ضغط المسابقة بدا كيبان على نجومنا اللي الأكيد غيرتفع برايم من بعد برايم، نظرا للمسؤولية اللي على عاتقهم اتجاه الجمعيات وأيضا للتنافس اللي غيشتد بيناتهم. ودير لي البصلة والماء وطحن كلشي. اتفقت أنا والفريق ديالي أننا نوجدوا حريرة مغربية لأنها هي اللي كتكون في مائدة الإفطار. طحن دابا مع الماء، طحن مع الماء ورالي، طحن مع الماء. إيه العصير في كاس كبير أسيدي. كلفوني بالعواصر، بقيت كنعصر. عرفتي دوك الماكينات راه نقولوا عرفتي كنهود عند الماكينه حتى لتحت. لاطاش ديالي انا كيسكيتي هي شي حاجه فهمتي، جيب لينا كامله كدا سخن. المهم انا كنتسخر كدا ومين طو كنعاون بحال هكا العصيرات لعيبات. انا فرحانه بزاف في هذه المجموعه الاولى هي حتى واحد فيهم كيعرف يطيب من غيري انا، دونك انا هازه حمل ثقيل. ساعه لتحضير نجوم المائده الرمضانيه للجنه والضيفين ديالها، مساله ما غتكونش سهله على المشاهير ديالنا، وباش يتحكموا في الامور لازم من التركيز، النظام، وخصوصا الانسجام داخل الفريق. ايهاب كيتقن طاجين، غيصاوب لنا طاجين ديال الدجاج.
نجات غتصايب لنا مسمنات معسلين وامينوكس كيوجد لنا العصير، يعني خصنا ديك الحاجه العصير وانا غنتكلف بلاصو. قالت لنا الشيف نورا التعليمات كلها عطاتو للدور ديالو، انا غنصاوب واحد الطويجين بلدي ديال تازوفريت غيعجبهم ان شاء الله اليوم في الميه. نديرو اون سوب، اون سوب اون فورم دو فولوتي، سوب دو ليغوم. نديرو دي كروفيت بيلبيل بور لو بلا سالي، ان جو باناشي بور دو كوتي سكري، دي زو بوشي. انا عندي النجمه الاولى جاي موتيفي تايق في راسي صح الحمد لله، ولكن ماشي الثقه الزايده، ولكن باغي عازم او الدراري تايقين فيا خصني ندير شي حاجه. غادي نديرو واحد ديسير اللي هو جوهره، ديسير مغربي داك الورقه بلا كريم، وغنديروا شي حاجه صالي ان شاء الله. لا 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 البيض ديالو امينوكس جا بدا تيشفر لينا هنايا لي زيليمون ديالنا، دونك انا واحد الساعه هزيت واحد البيضه شيرت عليه بها ما جاتش فيه. سوا بيه الله امينوكس كيجي كياخذك البيض كيعطيك شي حاجه، المهم ربجنا. جميل نشوفوا ابداعات فنانين ونجوم اللي شحال حبيناهم وهما في مجال الطبخ، الشيء اللي كيمكننا نكتشفوا جوانب خفيه من شخصيتهم بعيدا من عالم الاضواء، ومنها من اللي كيخطئوا كيفاش كتكون رده فعلهم. احنا كاملين ضيعنا الوقت بزاف، مشينا كاملين لديك الحيره كنصفيو فيها باش نخرجوا غير الماء ديالها والبصله. بلا صوفي قلت لها انت قطعي لي البصله، كنا ما كنت باغا نصايب واحد كوكلي معسل نعمرو باللوز، شدات ديك البصله انا ما جيت فين ندور تلاقيتها لاحت عليا في الحريره، بقيت كنقول ناري شنو غادي ندير دابا. تلفت لي الصفايه هيا كاينه وحده والله يملكم فادي هاي من حنايا على الخدمه المعاود بغسيره الحريره لن تطفروه يا كليله. كما كيبان لكم بلي هاد لي بروف ستريس اكثر من لي بروف الاولى، ولا صابلو غيزون كما بغيناش عشان ما نعاود يدير. اسمعوا لي مزيان وي شيف ما بغيتوش وي شيف وي خاطيكم 30 دقيقه ساعه وايلا لا ساعه وانا غير زايده اويلي يا شيف يلا 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 رشيد اعتق 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 الحريره خاصها تطيب. ما عرفتش واش غتقدنا هاد النصائح، درنا واحد الغلط ولكن حاولنا نزربو شويه وقلنا انا درت الغلط. دازت 30 دقيقه كتجري ويلي فضيحه. الكوكوط بغينا نديرو لا سوب كذا، الكوكوط درناها كبيره بزاف ومابغاش تدور. صافي غنحط كل شيء ونمشي نجلس ونقول لهم حط الصلاح ومشي يتسارح. هي هذيك جاني هذا الاحساس. شوفوا لي الصفاره فينا هي باش تطيب الحريره. صفاره صفاره دوك عندنا هذه ما عندوش الحق ياخذ لي الصفاره وما تمشي نجيبها. رشيد رافع كيجي من القرطه خلنا كيجي عندنا وبقى كيستنا في الماء عندنا فريمون ستريس والوقت ما كاينش. كتعرف تقاد البيض تهرس غتهرس بيضه تعرف تهرس غادي لي خمسه ديال الصفرين بوحدهم في العيبه. خمسه الصفرين بوحدهم في العيبه ديروا شي طاسه صغيره بيضين ما الله كيفاش غندير لهاد القضيه ماشي قاصحة شوية لا شحال انا ما عرفت البيض ديال البيض كي زعما بيضة خلي مع داكشي ديالها شوفها. ايوا هذه معلومة جديدة ومازال غتزيد الشيء الكثير لقاموسك البيضاوي السي رشيد. نصف الساعة اللي بقات والتحضيرات مازال بعيدة على نهايتها، وحيت ما بقاش مجال للأخطاء أو الاستدراك اللجنة في الموعد. عثمان فين وصلتو؟ الصوبة كطيب، الكوفيت بيبيل كيطيب، لي بانكيك كيوجدوا، العصير هو كيوجد. ولي زوبوشي معايا وجدوا. ونديروا لي زوبوشي إن شاء الله. لي زوبوشي خصهم يداروا في الماء السخون ماشي الماء بارد. ها هو كيسخن. فين شوية دو فينيغ كندور الماء مزيان. ونسيت فيهم ماكسيموم شيف. عطيونا شوية الوقت زايد الحمد لله الوالدين. برافو. حاجة اللي مهمة المذاق قلتي له زوبوشي بغيتي ديريه على لافوكا. حتى لافوكا خاصو حتى هو يكون. عندك غواكامول. ولكن خاصو يكون اسيزوني. اسيزوني يعني في جوج الماء. دو سال دو سيترون طيبو طيبو تذوقو صامارش. جاو لي شيف شافو داكشي اللي كنديرو ما عطاونا حتى ملاحظه، وانا ملي كيعطوكش ملاحظه يعني راه غادي مزيان كتصايد. يلا الله يعاونكم. ميرسي شيف نورا. نعم واش ليكيب ديالك كيتسنتو ليك؟ كيتسنتو الشيف. المشكل اللي عندنا الوحيد العافيه كطفلنا. العافيه عليكم وعلى الفرق وعلى الفرق كاملين. ميسينو ليكيب ديالي تصلى انباع ليهم، كل واحد مكلف المهمه ديالو وكل واحد كيدير حاجه. عزلتو تمشيو على شنو من نوع ديال الفطور؟ واش حاجه مغربيه تقليديه ودخلتوا عليها شي حاجه جديده؟ اون فافير اون سوب اباز دو ليغوم، شويه ديال الدجاج وشويه ديال الكروفيت. شويه الملح ايهاب كيوجد لينا الدجاج. واخا الدجاج بالحلو. نجات كتوجد لينا مسمنات غيكونوا معسلين. معسلين واخا. كوم جو كلفنا امينوكس راه كيصاوب لنا ان جو اباز دو فخوي وداك الشيء. حتصايد. ميرسي شاب. كليلة انت رئيسة الفريق كيفاش كتقدري تجيري هاد ليكيب اللي معاك؟ الحمد لله واخا بلا شويه كانت غتخرج لنا على الحريره
مي صافا مزيان كنسقوا فيها كلشي بالعاني. كليلة عندكم بزاف ديال البريباراسيون. درنا حريره درنا لي كريب على شكل لازانيا واخا هي غتكون مالحه هي المالحه ودرنا غنصايبو جوهره واخا ونسيرو ديسير والبيض والبيض غنعمروه في لافوكا. دون بيك اش كتصوب؟ انا كنصوب في هذيك لاصوص ديال الجوهره بحال لو ستيل ديال لا هولونديز صوص هولونديز كنبقى نباطي هولونديز حلوه هولونديز حلوه ولكن هولونديز شنو خاصها؟ خاصها تبقى تباطا شويه تحيلها ثاني تباطا شويه خاصها جوج حوايج خاصها السخونيه الحاجه الثانيه مونتي بلو بور خاص شي حاجه شي دهنيات باش تشد. كليله راه كاين شي تروينه كاين البيض هنا البيض هنا مع الفرماج كاين روينه الشاف كاين روينه اش غندير كاينه روينه يلا عودي يلا عودي عليهم يلا يلا الله يعاون جمع عليا الروينه عبلا شوف هاري هاري عبلا ورشيد يجمعوا الروينه يلا صراحه بقيت كنتسخر لهم تكونسونطريت حيد 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 بسم الله يا حفيد يا ستار اراه بعد بعد الهي ما تحش شوف واش طيب هذه اجواء السيليبريتي في عالم الطبخ اجواء كلها تشويق وكوميديا وانسانيه انتباه يوسف ما بقات لكم غير 10 دقائق يلا بداو تحطوا على لي شاريو ديالكم يلا بالاعلان على العشر دقائق المتبقيه الاطباق لازم تاخذ اشكالها والوانها النهائيه ولكن واش بعدا كل شيء طاب حمص ما طيبش واخا ما يطيبش هادي ريات اش غندير نحط اللحم ما طيبش والحمص ما طيبش انا شنو عاوديها نعاودوها باش راه مزيانه خاصها غير طيب الى زلاله زيد محمد الله تعالى عيننا عليكم ما بارداش حنا ما درنا والو دابا بقى 5 دقائق ونخليوها عاوتاني طيب الحريره المغربيه بالنسبه لي كيخصها تاخذ الوقت ديالها باش طيب مزيان باش يطيب الحمص باش يطيب وتقطع هاد اللحم راه كيخصها الوقت بزاف حتى في المبرد دابا ريت ندير لك تيمو الصباط ما 10 دقائق اهم حاجه وكاز عندنا كوكوط ما بغاش تضر دابا الحمد لله هي دار صافي كوم صابون لي زو بوشي هما كاينين لي بانكيك صوبناهم لو جو ايتي في الحمد لله حبيبي حبيبي دغميره طالعه مزيان حاولنا نديسباتشيو المهام نجاة صوب كنتي بنات اللي غادي تديرهم بالعسل ايهاب صوبنا واحد الريجي حمق بالدجاج والزيتون والحامض مصير امين تكلف لنا بلوجي صوبنا واحد الديتوكس بلي فخوي كيحمق انا تكلفت بلاصو البيض هاو كيتسلى كنحاول نصاوبو ونعملو واحد التعميره امينيت فيها شويه التعجيل ويا ربي توفق كولي بالايه البيض سلقيه صافي صايه بانكيك ناري تحرق لي لا 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 قاتيه ديك الكبيره ما نترونوش 170 فلان احنا راه ما درناش عندنا الملح واحد هاد البيض صراحه مشنا داكشي صعيب هو اننا ما كناش نديرو حريره حمراء حريره مغربيه لان كتاخذ الوقت الحريره كطيب بوحدها سير ديري الدريساج سيري تهرا لي لا كاين ماشي ديري الدريساج ديري الدريساج ديال ديال المالح ما تسطيريش لا كبيره كبيره بزاف صغيره هاك هاك سمعني يا مزيان وي شاف الاختبار سرا نو نو عشرة بلاش بلاش سربي 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 اون فاد جيست سرا بلاش شاف 8 حطي حتى العصر هنا طق طق سبعه بريزون طاري دا 5 4 فين هو داك تما راه داك الشيء فينا جاج واحد زيد يقول فريق الاحمر تفضلوا قدموا لنا الفطور ديالكم الفطور اللي صوبنا ديال واحد وشوف شوفوا واش يقدوا قبل ما نبداو التذوق بغيت نقدم لكم الضيوف ديالنا اللي معنا شابه يا اللي معروف على الصعيد المغربي ومعنا في البرنامج وبطبيعه الحال مسيو الحلو دابا مسيو الحلو غيدوق شي حاجه اللي عندها علاقه بالحلاوه فعلا هو خصنا كليلة انت رئيسة الفريق الله يخليك قدمي لنا الفطور ديالكم في الديسير كنقدموا لكم جوهره اللي هو ان ديسير مغربي بالكريم ولا فريز ودرنا واحد لازانيا على الشباب لي كريب حريره مغربيه حمراء ودرنا البيض معمر في لافوكا وعصير سي ان ميلونج ديال مونغ حليب والحليب شكرا للفريق الاحمر تفضلوا مسيو الحلو كيف جاك الفطور ديال الفريق الاحمر هذا لو ديسير عجبني
زوين، لافوكا بالبيض صراحة جاني مصوص شي شوية، وحريرة لا بأس بها. لا بأس بها. لي لازان على كريب تخي بون. شبايا؟ أنا بحال سي الحلو، لازان ديال الكريب هما اللي عجبتني بزاف، وحتى الفكرة ديال جوهرة فريمون سي كان لك لاتوش ماروكان فريمون زوينة بزاف. يلا ندوزو للفريق المجي، بسم الله. فريق البنفسجي، تفضلوا. كان عندي تخوف سورتو من الضياف، شاف محاولة شاف مريم هما ديالنا. نورا كنتي رئيسة الفريق، كي جاك هذا الاختبار الاول خارج الورشة؟ تقريبا مع عمري وقيلا طيبت في شي بلاصة، سورتو الريح كيصوت وكيطفي لك العافية وكيسحب لك راه داكشي كيطيب هو راه ما كيطيبش. جوج هذه لا سول كونترانت كون افي سي هو الريح. الجو كان زوين جميل جدا، ما كانش نفرش فوطة ونتسرح، ولكن ما درت حتى مسابقة هنا. قلنا شنو صوبتوا؟ البيض سلقناه نص سلقة، درنا لافوكا اكرازي مع شوية الملحة وشوية ديال الابزار، الملح درت لكم دجاج بالتغميره التراديسيونيل، الحلو درت رغيفات بالعسل والزنجلان. بالنسبه للجو صوبت واحد ديتوكس فيه جانجومبر والسيترون وان بو دو ماندارين مع الاناناس. نتمنى يعجبكم هادشي، اون توكا صافي بليزير دو ترافاي افيك ليكيب. شكرا، بقينا غير ندوزو للتذوق. تفضلوا ضياف، واش غادي نكونوا على اوتور ديالهم؟ باسكو اي سون اون طران دو ديكوفرير، يلا كيكتشفونا، يلا كيكتشفوا داكشي اللي غادي نعملوا. بالنسبه للفريق البنفسجي تمن بغاو يمشيو في شي حاجه شي شويه تقليديه، لا سوبلي صوبو في المذاق، طاجين هاد ولا هذيك الدغميره زويونه، الدجاج شي شويه قاصح ولكن في البنه كاينه، والرغيفات كاين واحد الكروستيون اللي مزيون. الفكره ديال السوب ديال السوب ديال تيريمير فيها الدجاج، فيها هذيك فكره زوينه، وحتى اللوغو ديالها عجبني مزيان. مسلحلو انا جيميت دغميره على ان بون غو اي لا سوب ايغالمون جي بيان ايمي لو ميلانج كريفيت اي بولي اي بولي اكزاكتومون. يلا ندوزو للفريق المجي. فريق اصفر تفضلوا. حنا الاخرين في ديغوستاسيون والحمد لله اللي حنا الاخرين، لان لي شيف تحت لهم الفرصه انهم يشوفوا داكشي الاخر. عثمان كيف كان الخدمه ديالكم كفريق واش قدمتوا لينا؟ كنا متفاهمين، كل واحد عارف شنو يدير. انا درت لا سوب فلوتي سوب ودرت لي بانكيك افيك لا لو كراميل بور لي بانكيك كراميل بور سالي على سا تروفيت فيلبيل لي زو بوشي افيك لو غواكامول و لو كولي دو فرامبواز لي بانكيك. دونك شنو خليتي الفاتي و مان 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 ماما تكلموا على السوب بيان سور. انا كل التواضع خليت هما يقولوا صايبوا كلشي، ولكن انا راه انفان كونت انا اللي درت هادشي كامل. عاونوني. واش عطيتو شي اسم الاطباق ديالكم؟ روك ذا كاسبا. شكرا تفضلوا. حطينا ولا غابريزونتي لي بلايص وبنا بقى كيما دير ديك الساعه كتحاز اللور وكتسنى الدقه تجيك. فريق الاصفر عطانا قدم لنا واحد الاطباق متنوعه ومختلفه، بنينه بالاخص بانكيك الحريره تبارك الله عليهم. وليزوف بوشي تقنيه توب، البيلبيل تا هو في المذاق، لو بتي فلوتي والعصير الشيف، حتى العصير متقون زوين فريمون غيان ادير. مسير حلو باغي جو بوكو ايمي لي زوف بوشي تري بون. لي كريفيت بيلبيل ما دابيتود تناكلش بزاف لي كريفيت، مي اليوم عجبوني الديسير اكسيلون. صابولينا فطور 2.0 فريمون البانكيك لحقو طريقو، التال ديال التقنيه ديال لوف بوشي لوف فاشي كما قالت حماقه اللي فريمون توب. ضيوف ديالنا بغينا نشكركم على الحضور ديالكم، وما بقى لنا غير ندوزو للتصويت. يلا بسم الله. يلا دائما بالقرب من هذه الاجواء الساحليه تابعنا مجريات المباراه اللي خاضوها المشاهير وهما على شكل فرق، ولاحظنا مستوى التنافسيه اللي ارتفع بالمقارنه مع الاختبار الاول، وهذا ان دل على شيء فانما كيدل على ان البريمات القادمه التباري فيها غادي يكون اشد. جات اللحظة الفاصلة والمقررة في الفريق اللي غيضمن كل عضو فيه 5000 درهم للجمعية اللي مشارك من أجلها. وصلنا للفيرديك ودابا اللحظة الحاسمة اللي غادي تقول لنا شكون اللي غادي يربح وشكون اللي غادي يخسر. وصلنا وقفنا حدا ليكيب كنتسنى البيك بي باش يخلع ليا اللجنة. باسم لجنة التحكيم بغيت نقول لكم أو الضيوف ديالنا بطبيعة الحال بأنه برافو عليكم، اشتغلتوا في هذا المكان الرائع، عطيتوا ما عندكم، ما كانش ساهل باش تشتغلوا كفريق و اون بلوس على برا، تبارك الله عليكم، نتوما فنانه الله يعمر لكم الدار. دابا بغينا نعرفوا حصيله التصويت، غادي تجيو مع جاب مريم. مساعدين مساعدين يلا
يلا هاني على بركه الله. داك الصندوق كيخلع، داك الصندوق العجب هذا هو الصندوق العجب الصغير كتقول لنا فريق احمر. قلت احنا فينا واحد تعينا شويه شفنا في بعضياتنا ولكن شوفت الكرش مازال بنفسجي مزيان احنا ماشي مزيان احنا كاينين حاضرين يعني شافوا شي حاجه مزيانه في داكشي اللي وجدنا فريق اصفر يستاهلوا فريق احمر مريم ياك ما غنخسر ولكن ما بقى ليا غير لون واحد مستعدين بنفسجي أربع جمعيات بعد قليل غتدخل الفرحة على قلوبهم شكون هو الفريق البطل؟ ولكن ما بقى ليا غير لون واحد مستعدين؟ مستعدين أربع جمعيات بعد قليل غتدخل الفرحة على قلوبهم شكون هو الفريق البطل؟ تقلبت الصندوقه بحال هكا تقلب الزمان على شي واحد بحال هكا تقلب هذيك الصندوقه اوي بالي ابو صفير معود تق 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 بحال الشط نديوها الحمد لله وزغرت وفرحت ودرت داك تحيه القمر وعثمان تحيه لاناس وفاتي هنيئا لكم الفريق الاصفر اذا كل واحد فيكم ربح المبلغ ديال 5000 درهم للجمعيه ديالو ونجمة الذهبية لكم بسم الله قبلتكم هرقة أنا الصراحة فرحانة بزاف أنني خديت النجمة الأولى وإن شاء الله تكون هذه غير الأولى ماشي الأخرى تصدق قراية ديال أنك جوج نجمات صحابك كلهم غراس الخدمة ديكيب غراس أطوا ربحوا واحد النجمة تا هما ونيتي فيير ونتمنى أنا الجمعية ديالي نربح شي نجمة على الأقل حيت لحد الساعة باقا الجمعية ديالك على ما كنظن أنا غادي ندي لها غنخاوي بالنسبة لينا غنتلاقاو الأسبوع المقبل البرايم الثاني مغامرة جديدة مستعدين؟ مستعدين يلا استرحوا استرحوا وطلع لكم الأسبوع المقبل إن شاء الله من بعد برايم أول تعرفنا فيه على الشخصية المطبخية ديال كل واحد من المشاهير ديالنا وتربع عثمان على رأس لائحة الترتيب بمبلغ 10,000 درهم ونجمتين ذهبيتين الأسبوع المقبل روح النكتة والتنفس غيتواصلوا مع نجومنا 12 وهذه المرة المشاركين ديالنا وهم على شكل ثنائي غيكونوا على موعد مع اختبار وحيد بعنوان الأطباق التوأم وغادي يواجهوا تعقيدات كثيرة في طريقة الاشتغال بحيث غيلقوا صعوبة كبيرة في الاستماع وإيصال المعلومة للتواصل ومن بعد أجواء كلها غوات ضحك ضغط وسرعة في الأداء الأطباق غتقدم بكل ما لها وعليها وغنتعرفوا على الإبداعات الذوقية اللي تميزات كونوا في الموعد الخميس المقبل على دوزان رمضان كريم